نبدا بمباراه الذهاب. نعم. ازاي قدر النادي الاهلي ان هو يؤدي شوط تاني مختلف نوعا ما عن الشوط الاول؟ نعم. وفي نفس الوقت قدر يقفل بعض مفاتيح اللعب في الشوط الاول عشان يقدر يطلع بنتيجه 2-0 تساعده على الشكل اللي ممكن يؤدي بيه مباراه العوده. شوف طبعا انا بوجهه نظري دي من المباريات اللي هتوضح للساده المشاهدين ومتابعين الكوره دايما ان فايا حتى انت سواء كنت محب النادي الاهلي او بتحب الكوره بشكل عام ان فعلا ريني فايلر مدير فني محترم جدا 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 وبيشتغل على ادق التفاصيل، التفاصيل بسيطه. وفعلا الراجل ده وهو قاعد بيتفرج على الشوط الاول مش قاعد نايم، لا ده هو بيحط بعض التنبؤات، بيشتغل على بعض النقط ويبدا يجرب بعض التجارب، واول ما بيلاقيها ما مشيتش او ما نفعتش يبدا على طول يغير ويحاول يصلحها، سواء كانت غلطه او مش غلطه. تاني نحن زي ما قلت لك انت ما بتلعبش نفسك، يعني في بعض الاحيان انت بتحط بعض الامور تتوقع حدوثها، لان المدير الفني فعلا قبل المباراه هو الراجل ما بيعرفش الاحداث ماشيه ازاي، هو بيحاول ان هو يشتغل على بعض التفاصيل وبعض المعلومات اللي بيعرفها عن المنافس ويبدا يحط عليها التكتيك بتاعه او الخطه بتاعته. بس فايلر فعلا من المديرين الفنيين الجيدين جدا في الشوط التاني، ودي نقطة مميزة. ليه؟ انك بتعرف ان هو شغال حتى لو عندي خطأ في الشوط الاول حصل بلحق نفسي في الشوط الثاني، زي مثلا ماتش بلاتينيوم ستارز كان في زيمبابوي. الشوط الاول كنا مغلوبين 1-0 والحال كان سيء جدا، وكنا قابلين حتى لتقبل هدف ثاني وثالث في ال 75 دقيقة الاولى. في الشوط الثاني شفنا اداء مغاير تماما، وكنا احنا الاقرب ليه الفوز لولا يعني ربنا سبحانه وتعالى ما وفقش في الهدف الثاني، بس طلعنا بشوط افضل، وهي دي اللي احنا دايما بنتكلم عليها.